كورما وذا شقير أو شر لو يسوي ما دو أو دولة بنت لان لواي هذا يوفش لنا كورما يا مسؤول كنا فراي شعب كبنت لان مسؤول كنا فراي مامل كان مسؤول كنا فراي حمزة عبد بر رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية أخذ بدء تشيدين يعتبية كترسن عيدة مدى أمانك لوغونا مهد نقيس قد أمنك عاصمة مقدشو بله لصو دافيك واسو آد حقيشي أمنك عاصمة انتا كدب رئيس الوزراء حمزة عبد بر يا قد بدء ساكاك حق ورمي قلافك أول حي الدولة در دحي يسيدو كلا مامولك بنتلان يساقو إذا مكلا الدول دعي مدحوناها مامولك بنتلان سعيد عبد الله الدني كنا إيدي إن بنتلان وقوضو ميل آيس ميل مقدي آيس لما كانت نباتوا شعب كبنتلان دين عكالي رئيس الوزارة حمزة عبد برع يا كن نحن حسدي إن هقان كمامول كبنتلان وبنتلان وقوضو إن قيب كان نقوتو بربور كدولة دمدا صوماليا دي هور مركا وحنا أوشاقي إن بنتلان لوغا باهاي هاي إن دور في فرعون أي كقادتو dadalka ka soo jireen ka ah ee deen caafinta isla markaana uu sheegay in maamulka Puntland xilligan uu ka shaqeynayo sidii loo fashilin lahaa dadaalkaasi ku aadan deen caafinta bilaha soo aadan waxana uu ugu baaqay madaxweyne Dani in arrinkaasi gacmo hoosi loo dhaqo isla markaana uu qayb ka noqdo horumarka dawladnimada Soomaaliyeed sax ma aha in dhalinyarada reer Puntland leeyahay ciidamada kamid noqonaysan macallimiin noqonaysan shaqala nisin maay صح ما المشاريع ده اللي هو يستاجو وهدي وزير كيساسي هي هاي الربيع السوف وليه ليه هذا ما يمانكره هدي ليه هذا مشروعي وزير كي غير بنتلان هير السيدها هل كان يمان لها الدينة هي هذا هي مشاريع ده قيتي سك قاضي لها ما يمت تجيس هدي ليه هذا سه مشاريع ده اللي جينا موح على الربا إن بنتلان مشاريع اللي كيس تكتال الربا ياسا مسؤول كان نقرأ لما أقبلي كان وحاس وحان عطسانا إن هرمركة إن سياسة دلقة سارة هل لك لسارة هرمركة إن سياسة دوائي لك لسارة اسمي يلن كرام وحاكا سيدرا انتا وحان ابنا هاي حكومة دي استبجوكا هاي الصوماليا waxaa la soo bilaabay arin la yiraahdo deen cafis oo goodi dheer loo soo galay oo shuruudo badan oo aad u far badan oo dhib badan laynagu xiray oo intii ugu badnayd 6 bilood 7 bilood la soo dhaafay xukuumadani ay ka soo baxday oo ogtihiin in ka badan 12 sharci oo shuruucdii ugu adadka oo conditions ah in far badan oo kamida iyo shuruudii lagu xiray ahaa ayaa xukuumadu soo sameysay baarlamaankeena labada aqalna ayuu ku mahadsan ay mariyeen wixii kala dhanaan taqriiban 190 dhameeyay waxa jira waxyaabo yar yar oo u baahan oo shuruud u ah wada shaqeynta dawladda federaalka iyo isteejada wasaaradda maaliyadda dhammaan inta kale wasaaradaha maaliyadda way wada shaqeeyaan marka laga reebo Puntland haddii deen cafiskii ay kaadigeen oo taageen oo bisha 9aad ama 10aad ama 12aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqeyn yar oo shir la isugu yimaado oo dawladda Puntland la waayay haday u fashilanta ka warrama يا مسؤول كنا قرايا شعب كبند الآن مسؤول كمان قرايا مامل كان مسؤول كنا قرايا أرنتا سعدي دعوة وحين نقول دونتا أرنت تاريخ ذات قشو تاريخ مدوء بين نقرس وحن الشيء يا ضدك صومالية غير بند الآن ولا لا هي السمالة سياسية أقوية هندا سيفل سايتيكا وضد بسل وحقوقالة ووحب البو waxaan leeyahay mamud nidin taariikh madaw in Puntland ay ku qoranto mamud nidin in la yiraahdo deen cafiskii waa la fashilmay yaa fashiliyay Puntland lama qaadan kara taas waxaan rabaa in uu yeerayaa dawladda Puntland iyo madaxdeeda walaalayaal
أرمها الدين عفيسكو سياسة معها سياسة كسارة لشقية دولة فدرالكا أين اسكتوا القانون الدين تاس عيب تاس هسو جيدنا على فلان تاسنا هسو جيدنا أمد الصومالية وهي أنصوصة ما إنه لن نتعب خسارة كدقنا شعب كرير بنتلان وحان ربا إن يتاس أغادان أرين تاسا جرتا وأرين مهيمة أو أي تهي إن يكدي ديان أو أي ديدان إن مغا عوضا لغوفة شليو جيدي غدير إلوصو غالي دي نافس عبدالقادر محمد CBA مقدشو.